أهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن عملة جديدة هتضاف للقناة، هي عملة بيتكوين ليجند. العملة دي سعرها كام حاليا؟ العملة الواحدة سعرها 75 سنت. أنا حاليا جمعت 40 من العملة، حاليا دول سعرهم يعني كام بالظبط؟ حاليا 40 عملة أنا مجمعهم سعرهم 30 دولار، 40 عملة بس سعرهم 30 دولار. وانت بتجمع في اليوم ما يقارب 10 عملات او 15 عملة. بتجمع ازاي العملات دي؟ بعد ما بتسجل بالجيميل الخاص بيك بيفتح معك واجهة التطبيق وبيطلب منك انك انت تسجل بالكود لانه هسيبه لك في الوصف. ده بيديك هدية 10 نقاط او 10 عملات بمعنى اصح. بعدين بتبدأ التعدين بالضغط على الدائرة دي كل 24 ساعة، فبتبدأ إنك أنت تعدل. تاني جزئية مهمة هي إنك أنت المعلومات أو البيانات الخاصة بيك تأكدها، ودي نقطة مهمة جدا. بتروح لخانة الضبط من هنا، بعدين بتروح للملف الشخصي من الخانة دي، وبتبدأ إنك أنت تكتب المعلومات الخاصة بيك. الاسم يكون حقيقي، لازم اسمك الحقيقي لأن ده هنحتاجه في KYC بعدين. والKYC ده هيكون في شهر 5. شهر 5 أول ما يجي التعدين هيوقف، وبالتالي كده العملة هتبتدي إنك أنت تبيعها عادي. فمهم جدا تكتب اسمك الحقيقي، وهنا في الاسم المستخدم أو الاسم المستعار اكتب اسمك مثلا على سبيل المثال عادل 22، ده في اسم المستخدم أو اسم المستعار، فعادي تحط أرقام وكده. لكن الاسم الحقيقي اكتب اسمك واسم والدك يعني يفضل. بيقول لك بعدين يوصى والرمز، ويكتب لك بعدين الكود ده رمز للحالة الخاص بيك، ويفضل انك انت تدعي ناس بصورة كبيرة لانك انت محتاج تجمع 600 عملة قبل شهر 5. مهم جدا تجمع 600 عملة. بعدين بتحدد الدولة الخاصة بيك وبتكتب رقم التليفون الخاص بيك بالشكل ده. بعد ما انت تعمل النقاط دي بيكون معاك البرنامج جاهز، ومش ناقص غير خطوة الKYC. وأنا حاليا فهمتك إزاي تجمع العملة. في نقطة مهمة جدا جدا، العملة دي ليه قلت بتحتاج تجمع 600 عملة؟ إنك أنت في شهر 5 بتحتاج تحول العملات دي لمنصة باينانس، وبالتالي تحول العملات دي لUSDT، بعدين تاخدهم فلوس على الفيزا أو أيا كان الطريق المتوفرة في بلدك، حتى فودافون كاش برضو عاد من خلال منصة برضو باينانس، وأنا هشرح ده بعدين بعد ما يحصل التوثيق. الحد الأدنى للتحويل من البيتكوين ليجند إلى باينانس 600 عملة. عشان كده بقول لك تحاول قبل شهر 5، قبل توقف التعدين، إنك تجمع 600 عملة. 600 عملة حوالي 450 دولار، والمبلغ ده قابل للزيادة أو النقصان لأن العملة الإلكترونية سعرها بيزيد ويقل، وحاليا سعرها يعني مرتفع جدا وإحنا في مرحلة التعدين، فأكيد لما تنزل على المنصات السعر ده هيرفع تدريجي. ما تفوتش يوم من غير ما تعدن، والأمر بسيط وسهل، والتطبيق حجمه يدوب 16 ميجا. أتمنى لكم التوفيق، وأي سؤال مع أي حد اسألوني وأنا هجاوبك إن شاء الله في التعليقات. ما تنساش دعمك بلايك وكومنت عشان نستمر في السلسلة الخاصة بينا، وقريب جدا هيكون شغلنا كامل في العملات الإلكترونية. في حفظ الله، سلام.